أهلا بكم مرة أخرى. ما زلنا في هذه التغطية الحية للاستعدادات الجارية الآن في الأقصر لافتتاح طريق الكباش بعد تجديده وترميمه. أيضا ما زال معنا في هذه التغطية المفتوحة الأستاذ علاء خليفة الخبير في التسويق السياحي الدولي. أهلا بحضرتك مرة أخرى أستاذ علاء. يعني قبل ما نخرج لموجز الأنباء كنا بنتكلم عن الاستعدادات في الأقصر بشكل عام لهذه الاحتفالية، وحضرتك قلت لي أنه في حالة تجديد في المدينة ككل أعطاء طابع معين. كلمني عن هذه الاستعدادات. يعني الفترة هذه الفترة طبعا استعدادا للاحتفالية كان في قبلها مجموعة كبيرة من المشاريع في الأقصر، زي مشروع الممشى السياحي جديد في الأقصر، زي مشاريع كتير الترميم حدثت النهاردة تحقيقا للهوية البصرية لمدينة الأقصر، لأن احنا قررنا ان احنا في حملة تسويق سياحي جديد ان احنا نسوق المقاصد السياحية كل واحد على حدة. يعني الأقصر تسوق كمدينة عالمية، شرم الشيخ تسوق كمدينة، أسوان والغردقة كل واحد بيبقى ليه الهوية البصرية بتاعته. فالهوية البصرية للأقصر طبعا تنعكس على الاحتفالية النهاردة. تم طلاء حوالي 200 منزل داخل المدينة باللون الأصفر، وهو لون الهوية البصرية للمدينة. كمان تم تنظيف شوارع كتيرة جدا وإعادة رصفها وترتيب رسوب السفن. كمان الممشى السياحي بطول حوالي 4 كيلومتر برضو تم افتتاحه. من ضمن الحاجات اللي هتتعمل يعني الجميلة جدا في الاحتفالية ان هم حاطين اضواء ليزر عند معبد حتشبسوت، اضاءة البر الغربي بالكامل. هيبقى زي غطاء من الذهب يعني. وده هيستمر بعد انتهاء الاحتفال، هيستمر يومين كده لغاية عشان كده يعني اي حد هيروح الأقصر بكرة وبعده ان شاء الله هيشوف كل لسه المدينة متوهجة. طيب ليه ما تستمرش يعني؟ في 15 فنان عالمي ما بين فنان مصور وفنان تشكيلي وفنان رسام موجودين بالأقصر حاليا علشان يوفقوا هذه الاحتفالية في أعمال فنية. طيب يعني احنا بنتكلم عن احتفالية لافتتاح طريق الكباش، كان في احتفالية نقل المومياوات لمتحف الحضارات، هناك أيضا مؤتمرات كثيرة جدا بيتم اختيار مقاصد معينة لإقامة هذه المؤتمرات فيها. يعني مقبلين على منتدى الشباب في شرم الشيخ، مؤتمر المناخ أيضا في شرم الشيخ، هناك مؤتمرات أخرى في أسوان وغيره. طيب إزاي بتأثر يعني مثل هذه الأحداث الهامة على السياحة في مصر؟ طبعا اهتمام القيادة السياسية بالمؤتمرات الدولية وسياحة المؤتمرات ده تبرز قوة كبيرة جدا للدولة المصرية. مش بس زيادة إيرادات السياحة المصرية، ولكن دي قوة مصر السياسية والاقتصادية أمام العالم. سياحة المؤتمرات أو الإيفنتات بشكل عام، سواء مؤتمر أو إكسبيشن أو معرض أو يعني كونفنشن كبير سواء على شكل دولي او غير دولي، اقامتها في مصر بيبعث رسائل من الطمانينه ان مصر مقصد سياحي كبير، لان حضرتك سياحه المؤتمرات دي بيبقى ليها شروط قاسيه جدا، ودي لازم يتعمل لها بيدنج. يعني لازم المدينه او الدوله بتروح بتتقدم باستضافه هذا المكان، وعندما يتم الاختيار بيكون اختيار ما بين عده دول، وبناء على شروط او الحاله الامنيه، وبناء على الشروط او الامكانيات او الانفراستراكشر او الحاله البنيه التحتيه اللي موجوده في المدن التي يقام فيها هذه المؤتمرات بيتم اختيارها. لما نعمل مؤتمر عالمي بيضم 5-6 آلاف واحد في نفس الوقت، ده بيدل على قوه تنظيم، بيدل على إمكانيات سياحية لا تتوفر في عدة دول أخرى. طبعا في دول عندنا في المنطقة للأسف الفترة يعني الحمد لله هم ناس اجتهدوا الفترة اللي فاتت، أخذوا جزء كبير جدا من سياحة المؤتمرات اللي بتيجي لمنطقة الشرق الأوسط زي دبي مثلا في يعني على سبيل المثال، وكان بتجيب لهم حوالي من 500 مليار دولار إيرادات إضافية للسياحة اللي هي سياحة إقامة المعارض والمؤتمرات وهكذا. احنا بدأنا بمدينة شرم الشيخ بنبني أرض معارض
جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعتقد أنها تكون على مستوى عالمي، هتكون إضافة كبيرة جدا، زائد منطقة المعارض اللي موجودة بالقاهرة اللي هي القديمة التقليدية، زائد المنطقة اللي موجودة بشرم الشيخ، كل دي مناطق معارض لإقامة مؤتمرات دولية على هامشها بيحدث بعض من المعارض الدولية. عندنا معرض الأيدكس وتشارك فيه حوالي 45 دولة، ومعرض دفاعي ده من المعارض الدولية اللي احنا بدأنا تنظيمها من سنة 2018 وما زلنا مستمرين فيها لغاية اليوم. عندنا منتدى شباب العالم بيحضروا آلاف من الشباب ووفود دولية، عندنا قمة المناخ ودي أنظار العالم كله متجهة إليها. احنا بنحاول ان احنا نحطها في منتجعات عالمية علشان نحطها على خريطة إقامة هذه المعارض. هذه المعارض سنويا تقام حوالي 9000 مؤتمر ومعرض دولي على مستوى العالم. أمريكا الشمالية وقارة أوروبا بتستحوذ على النصيب الأكبر من إقامة هذه المعارض. دايما كنا نقول رحنا نحضر معرض في جنيف، في لندن، في بازل، في باريس، وهكذا، لكن انتقلت كثيرا من هذه الفعاليات إلى مناطق أخرى من العالم، جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. مؤخرا ابتدت بعض البلاد ذات البنية التحتية الجيدة إن هي تهتم. اهتمام الحكومة هو خطة استراتيجية أعتقد في اعتقادي وذكية جدا، إن احنا نجذب هذا النوع من السياحة إلى مصر مرة أخرى، لأنه زي ما قلت لحضرتك متطلباته عالية جدا وبيتطلب استعدادات كبيرة. دخول الحكومة المصرية كمضيف لمعارض دولية ده من احسن سياسات، لان احنا مش بندفع للناس 5000 دول، احنا بس بندفع للوفود الرسميه، وبقيه الناس اللي بتيجي تحضر هذه المعارض بتيجي على حسابها. فانت متخيله حجم التشغيل الاقتصادي او الدفع او في خلال الاقتصاد العام المحلي لهذه المدن بيحيي كل شيء. يعني طبعا عندك مؤتمر في شرم الشيخ فيه 5-6000 واحد بينزلوا الأسواق، بيقعدوا يومين زيادة بعد المؤتمر، بيعملوا شوبينج، بياخدوا رحلات اختيارية، بيستخدموا كل مرافق المدينة. بيكون في حالة نشاط سياحي وتجاري يعني ده أحسن بكتير جدا. طبعا في نوعين من السياحة زي ما حضرتك عارفة، السياحة الترفيهية وسياحة الرجال الأعمال، ولا يندرج تحتيها اللي هي سياحة المؤتمرات والمقابلات اللي هي الميتينجز والإنسنتيفز وزي ما بنقول عليها كونفرنسز والإكزيبيشنز. السياحة دي معدل صرف السائح فيها يفوق 10 مرات في بعض الأحيان معدل صرف السياحة الترفيهية التانية، لأن سياحة رجال الأعمال، سياحة وفود كمان في أحيان كثيرة بتكون بعض هذه الوفود بتكون مدعومة من بلادها. فبيجي يعني واخد باكيت ماني، الشركة هي اللي بالزبط. متحملة الإقامة، فبالتالي بالزبط. دي كلها حالات تنشيط يعني للسياحة. تخيلي أعداد كبيرة جدا في مدينة في وقت قصير، في 10 أيام، في أسبوعين، فده بيعمل رواج كبير جدا لصناعة السياحة. ما طبعا هذا مع الاهتمام بسياحة اليخوت والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ومبادرة عظيمة جدا الاهتمام وفتح التسهيلات لسياحة اليخوت، استقطاب اليخوت الدولية اللي موجودة في منطقة البحر المتوسط وهي عالية. سياحة اليخوت دي كانت موجودة يعني في مصر ونشطة في وقت ولا لم تكن؟ للأسف احنا كنا كل اللي بنحصل عليه نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1% من سياحة اليخوت في منطقة البحر المتوسط. عندنا يقدر حوالي 150 ألف يخت في منطقة البحر المتوسط، نسبة 78% من هذه اليخوت موجودة في شمال البحر المتوسط. النسبة قليلة جدا موجودة في شرق البحر المتوسط، ونسبة ضعيفة في جنوب البحر المتوسط. هذه النسبة طبعا يعني في طبعا رسوم الرسو، وفي ما حضرتك عارفة لازم يكون في مارينا ان اليخت يقف فيها. المارينا دي بتكون منطقة سياحية واستثمارية كبيرة. استثمارية كبيرة طبعاً. علشان يخت يبتدي يتزود بيها بالوقود ويبتدي ويدفع رسوم قليلة وهكذا. اللي بيحصل ان احنا ما كانش عندنا عدد كبير من المناطق رسوب اليخوت البحرية الكبرى. فكانت اليخوت يعني ما بتجيش هذه المناطق، وكان عندنا رسوم عبور قناة السويس كمان، وكان عندنا رسوم الرسوب على هذه اليخوت كانت عالية، ومشكورة وزارة النقل خفضت هذه الرسوم 50%،
وابتدينا بقى نعمل سياسة يعني زي ما بتقول شباك الواحد لهذه اليخوت بهدف تسهيلات يعني. لكن احنا محتاجين بنية تحتية زي ما حضرتك قلت. هو ده اللي بيحصل حاليا. هو ده اللي بيحصل يعني مثلا مدينة العالمين بنبني فيها مارينا كبيرة جدا. بالظبط. في بعض الأحيان بندي تسهيلات في مدن جديدة يعني كل ما بنبني مكان على ساحل معين بنبني معاها مارينا لاستقبال هذه اليخوت، لأن ده اللي بينعش أي مدينة. سياحة اليخوت يعني نصيب منطقة جنوب البحر المتوسط لا يتعدى 4% منها، فاحنا عايزين نجذب أكبر عدد. يعني لو تخيلي مثلا أسبانيا عندها 219 ألف مكان لرسوب اليخوت. طب مين من الدول المشهورة في هذه السياحة في جنوب إيطاليا المتوسط؟ إسبانيا جنوب المتوسط. جنوب المتوسط يعني أعتقد يعني مش من الدول الشهيرة قوي، ولكن يعني السواحل في بعض الأحيان بيبقى عندك منطقة قبرص ومنطقة البحر الأدرياتيكي، كل دي من المناطق الشهيرة جدا، لأن هم كان بيستحوذ على جزء كبير جدا. كانت السياحة الإيطالية كان بيقفوا في كل المواني الإيطالية. صحيح. يعني مثلا هديكي مثلا ألبانيا جت من فترة وقررت إن هي تعمل تخفيض 50% على الوقود لأي يخت يرسى عندها. لهم عدد كبير جدا من اليخوت. فهي دايما اليخوت سياحة غنية وسياحة قوية وبتنعش المدن اللي بتقف فيها، وهي يعني جزء انا بعتبرها زي سياحة المؤتمرات. فدي نقلة جديدة او يعني يحسب انها لازم بتفتح مجال كل جديد انواع السياحة. وانا سعيد جدا ان انا اشوف الحكومة المصرية والقيادة السياسية تهتم باضافة انماط سياحية جديدة وتشجيعها لمصر، لان ده بيضيف بس مش بس مجرد سياحة تقليدية اللي عندنا، وهي سياحة وهي قوتنا طبعا اللي هي السياحة التاريخية والثقافية. نعم. والاهتمام بالسياحة الثقافية ده شيء مطلوب وعظيم، ولكن والسياحة الشاطئية، ولكن احنا عايزين نستقطب انواع من السياحة غيرنا من البلاد ابتدى ان هو يستقطبها فترة طويلة. عايزين نعود الناس انها تيجي هنا، عايزينها تنزل مجالات جديدة، عايزين نجيب مؤتمرات 9000 ايفنت ومؤتمر عالمي بيحصل في جميع انحاء العالم بتستحوذ منهم زي ما قلت لحضرتك الولايات المتحدة الامريكية واغلب دول اوروبية عليهم، بعض دول شرق الاوسط زي الامارات بيبقى فيها طبعا وزي ما انت عارفة البنية التحتية الكويسة بتجذب هذه الانواع من عايزين نجذب الشركات الكبرى. عايزين نجذب اللي بتعمل حاجه اسمها انسنتيف ترافل اللي هي الرحلات الكبرى. بعض الشركات بيبقى عندها قوام 100,000 موظف وممكن في رحله واحده بتعمل رحله انسنتيف او رحله يعني رحله مكافاه بيسموها، فممكن تجيب 5,000 وتبقى زي قوامها زي قوام مؤتمر دولي. عايزين نعمل كده، عايزين يبقى عندنا طب ده تسويق، عايزين يبقى عندنا كونفنشن بيرو. احنا محتاجين تسويق خاص. وانا بكلمك اهو يعني انا ده اللي انا بقول عليه في استراتيجيه التسويق السياحي الدولي المصريه. اتمنى ان احنا يتم تضمين هذا الكلام، يبقى عندنا مكتب خاص او بيسموه كونفنشن بيرو اللي هو مكتب للمزايدة على او يعني ان احنا تروح ونعمل بيدنج للمؤتمرات الدولية، ومكتب يخش في هذه يقدم المدن المصرية ويبرز امكانياتها في استضافة المؤتمرات الدولية، وكمان يبرز قوة المنتجعات المصرية كأماكن للاجتماعات رجال الاعمال. لان كمان كل هذه المؤتمرات في حاجه مهمه جدا، الناس يعني بنجيب اعداد كبيره والناس بتيجي كويسه وبتصرف وكل حاجه، لكن في حاجه اهم من ذلك كله انا في رايي تدعيم الاقتصاد الوطني. يعني النهارده انا لما بجيب مؤتمر كبير جدا لشركات ادويه في مكان ما، او تجمع شركات ادويه او تجمع لشركات انشورنس او تجمع لشركات يعني مجتمعات كثيره من الاعمال، اللي بيحصل ان هي بتبرز مجموعه من الامكانيات للمقصد السياحي المصري، وبالتالي بيبقى في حاجه اسمها شركاء محليين. الشركاء المحليين المصريين دول بيكون عندهم رغبه شديده في الالتقاء بالشركاء الاجانب ومعرفه يعني شركاء جدد. فاللي بيحصل ان كل ده بيصب في الاقتصاد الوطني، لان بتتم عقد صفقات كبيرة جدا في خلال هذه المؤتمرات او على هوامش هذه المؤتمرات. لذلك اغلب المؤتمرات بيبقى فيها زي معارض
معارض دولية تصحب المؤتمر نفسه، فده بيساعد الاقتصاد الوطني بتنمية قطاع الأعمال داخل الاقتصاد الوطني، زائد ان هو بيساعد قطاع السياحة في تنمية إيراداته مرة أخرى. طيب احنا يعني يفصلنا عن انطلاقها في الافتتاح دقائق قليلة جدا، فنرجع مرة تانية للأقصر والاستعدادات الجارية هناك. ماذا يمكن أن نعرف عن تفاصيل الاحتفالية من النواحي الفنية، الفقرات يعني التي ستقدم فيها؟ مشكورا. يعني في التلفزيون المصري بينقل هذه الاحتفالية لعدد 150 قناة حوالين العالم، ال 150 قناة دول بيشاهدهم أو بيتابعهم حوالي مليار مشاهد حول العالم. الاحتفالية هيبقى فيها عروض موسيقية، ويبقى يعني بقى فيها عروض إبهار بالليزر والإضاءات، والعروض الموسيقية اللي هتكون فيها أوركسترا موجود من يعني أشهر أوركسترا اللي كان موجود في احتفال المومياوات. هيكون عندنا أنشودات دينية قديمة من اللغة المصرية القديمة، مأخوذة من المعابد المصرية والمقابر المصرية، وبيتم إعادتها بشكل أو إعادة إنتاجها بشكل أوبرالي، بحيث إن هي تخلق هذا المناخ الشديد، يعني بحيث إن هي تجذبنا خالص زي ما حصل المرة اللي فاتت، تضيف عنصر الإبهار. هذه الإنشودات الدينية تتحدث عن أمون، وتتحدث عن احتفالية الأوبت، وهي زي ما قلت حضرتك كانت بتصاحب احتفالية فيضان النيل. هيكون في غناء من فرق أوبرالية، وهيكون في برضو عروض بالليزر وعروض وهيتم إضاءة المدينة، وحتى مش بس المناطق الأثرية ولكن منطقة البر الغربي من المدينة سيتم إضاءتها بالكامل. الاحتفالية زي ما قلت لك هي إعادة إحياء احتفال الأوبت القديم، وده احتفال كان تقريبا من أهم الاحتفالات اللي بيقوم بها المصري القديم. وعايز أقول لك إن المفاجآت بتاعت الاحتفالية هذه المرة أعتقد إنها هتفوق احتفال نقل المومياوات. اعتقد ان احنا مستعدين جدا، عندنا امكانيات رهيبه وعروض ضوئيه مبهره وعروض موسيقيه تصحبها معها برضو اغاني وانشودات دينيه بمغنيين اوبراليين. اوركسترا عالمي سيقود هذا الاحتفال. احنا ننتظر كلنا بشغف، صحيح، وان احنا نشاهد احتفال عالمي يصل الى جميع اننا انتقلنا لحضن التاريخ. يعني حتى لما كنا بنشاهد موكب نقل المومياوات كان بينتابنا شعور ان احنا عدنا الاف السنين الى الوراء. الازياء والفخر اللي كنا والفخر طبعاً. لكن من النواحي الفنيه حتى الازياء والتيجان والكلمات واختيار القصائد التي تم غنائها اللي هي القصائد الفرعونيه، فالاختيار هنا والازياء طبعا كل ده بيضعنا في صوره الموقف كامل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طريق الكباش اقدم الطرق الموجوده في العالم من 3000 سنه، وطبعا بعد تم احيائه اصبح مصدر الهام كبير جدا لكبرى بيوت الازياء العالميه. فالنهارده اغلب بيوت الازياء العالميه بتفكر ان هي تعمل الفاشن شوز بتاعها ما بين طريق الكباش في الاقصر وتصوره هناك، ودي حاجة جميلة جدا يعني ان احنا نجيب هذه البيوت وان هي تصور كل معارضها او كل حفلات الازياء بتاعتها في طريق الكباش بهذا الشكل. ده دفعة قوية جدا لابراز المقصد السياحي المصري. طيب اسمح لنا ننتقل الان استاذ علاء لمتابعة جولة الرئيس التي قام بها صباح اليوم في قرية الشاهمة في اسوان.